السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. قبل ما نبدأ حابب اقول لكم يعني الحمد لله على النتيجة امبارح، قدر الله ما شاء فعل، ودي مش اخر البطولات ودي اقل بطولة في السنة، فالحمد لله ان احنا كنا قدرنا نحرز البطولات بتاعة النفس الطويل اللي هي بطولة الدوري وكاس مصر. فيعني دي مباراة مباراة واحدة، فما كان يعني الحمد لله ما تعبرش عن اي حاجة، وان شاء الله الهزيمة تكون دافع علينا في الفترة اللي جاية بإذن الله ونقدم احسن ما عندنا. اهم حاجة دعمكم للزمالك والفريرة وللاعبين والمجلس الزمالك، ان شاء الله القادم افضل بإذن الله. فازت سلة الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 82-45 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على صالة سبورتينج في ثاني مباريات الدورة المجمعة الثانية للدور 16 التمهيدي من دوري المرتبط، ومن المقرر أن يلتقي اليوم المصرية للاتصالات. كشف الجهاز الفني للفريق عن إصابة أحمد فتوح، وذلك بعد استبداله بالسوبر، وأكد الجهاز الطبي أن فتوح تعرض للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لإشاعة فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات. علق مصدر بالجهاز الفني على استبعاد سامسون إيكينولا من القائمة التي خاضت مباراة السوبر المحلي، وأوضح المصدر أن سامسون كان يعاني من إجهاد عضلي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، وخضع المهاجم لبرنامج تأهيلي قبل أن يشارك في تدريبات الفريق الأخيرة قبل اللقاء. وشدد المصدر على أن الجهاز الفني فضل استبعاد سامسون وعدم المجازفة به في المباراة. قرر شيكابالا فور نهاية المباراة بالأمس الاجتماع بلاعبي الفريق قبل الصعود للمنصة من أجل الحديث معهم ودعمهم من أجل مواصلة تصدر الدوري والمنافسة على كافة البطولات ونسيان مباراة السوبر. يواجه الزمالك في المباراة المقبلة إنبي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري على استاد المقاولون العرب يوم 2 نوفمبر الأربعاء القادم. أبرز تصريحات فريرة: المباراة كانت بها كثافة عالية من اللاعبين وحماس كبير من الفريقين، وقال الزمالك ارتكب بعض الأخطاء والجهاز الفني قام بالتغيير بين الشوطين، والفريق بدأ الشوط الثاني بصورة جيدة في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي. فريرة: الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم، ولكن الفريق لم يحالف التوفيق بالرغم من أن الفريق هاجم بقوة لتسجيل هدف، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة. فيريرا: إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفا وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجوميا، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات. فيريرا: الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل، وندافع بثنائي دفاع فقط ولم نستطع العودة بالرغم من أن الزمالك كان أفضل لفترات طويلة، وهذا أمر غير عادل بالنسبة لفريقه. وقال: أهنئ اللاعبين على الأداء وأشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير. فيريرا: السوبر معروف أنه يقام بين بطل الدوري والكاس، ونحن أبطال البطولتين وأمامنا مباراة بعد أيام في الدوري، وعلينا استكمال مسيرتنا ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، وشدد على أن هذه هي الهزيمة الأولى للفريق منذ مباراة طلاع الجيش، وهذا أمر وارد خاصة وأن الخسارة من إسترن كامباني كانت بالفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، والذي سيسير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها ظروف خاصة، والأهلي فريق كبير حتى إذا كان الزمالك متفوق عليه آخر موسمين. فيريرا: الخسارة لن تؤثر علينا وسنحارب من أجل استكمال مسيرة البطولات لأن الزمالك فريق كبير وأي لقب بالنسبة لهم مهم، وحزين لخسارة السوبر ولكنها لن تحبطنا أو تؤثر علينا، وتابع الهزيمة من الأهلي ستساعدنا أن نكون أفضل في الفترة المقبلة وأن نظهر بشكل أفضل، ونحن نمتلك فريق قادر على التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة وهذا ما سنعمل عليه. فيريرا: عبد الله جمعة لم يشارك بعد إصابة أحمد فتوح لأنه لم يشارك في عدد كبير من التدريبات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة وفضل عدم الدفع به. نادر السيد: خسارة الزمالك لن تؤثر على مسيرته القادمة سواء في الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا، وتابع خروج فتوح أثر على أداء الزمالك وفيريرا لم يدفع بالبديل المناسب.
حازم إمام نجم الزمالك السابق حازم إمام فيريرا أضاع مجهود أحمد سيد زيزو الشوط الأول بأكمله بدون فائدة لتوظيفه في غير مركزه، وتابع فيريرا قام بتغيير طريقة اللعب أكثر من مرة في الشوط الثاني، وهذا الأمر خاطئ ويتسبب في عدم انسجام اللاعبين. وواصل سيف الجزيري خروجه قرار خاطئ بسبب عدم وجود مهاجم غيره. الجزيري لم يكن سيء، لأن المشكلة الكبرى في عدم وجود كثافة هجومية في الشوط الأول وتواجد الجزيري بمفرده. سهيل العريفي مدير فعاليات مجلس أبو ظبي وأحيي أمير مرتضى منصور على روحه الرياضية العالية، لعل أنه على الرغم من خسارة فريقه توجه بالتهنئة لفريق الأهلي وجهازه الفني، وأتم أحيي فريق الزمالك على الصورة المشرفة والممر الشرفي وروحهم الرياضية العالية على الرغم من الخسارة. أحمد دوي دار الجهاز الفني ولاعب الزمالك أهدوا السوبر للأهلي، والأهلي كان سهل يخسر وكانت فرصة كبيرة للزمالك أنه يكسب. وأضاف أخطاء فيريرا منحت الأهلي الفوز بالسوبر، والأهلي فاز بالروح والإصرار، ولكن لم أرى فنيات. وصل قلت أن زكريا الوردي ما زال يحتاج إلى فترة إعداد، وشعرت بأن فيريرا يلعب بطريقة أنتش وجري، وختم حديثه قائلا برونو سافيو لاعب كويس وقلت كده من أول ما جه. محمود أبو الدهب زكريا الوردي لاعب متواضع فنيا مع الزمالك وليقدم المستوى الفني المطلوب منه منذ التعاقد معه، ولا أعلم سر اعتماد فيريرا عليه كلاعب أساسي، وتابع يجب منح الفرصة للاعبين آخرين في مركز زكريا الوردي في تشكيل الزمالك. بركات شيكابالا غاب عن مراسم التتويج بسبب تواجده مع مؤمن زكريا، أو هذا يدل على الروح الرياضية التي شهدتها المباراة سواء قبل أو بعد. وأضاف أرجع للذاكرة، الكرة مكسب وخسارة، هتلاقي الزمالك كان بيكسب والأهلي كان بيكسب، هي دي الرياضة، بس أهم حاجة الروح الرياضية وما يحصلش أي مشاكل. وختم حديثه قائلا لقطات الروح الرياضية دي هي اللي بتدي الكرة طعم حلو. بركات كرة الهدف الأول للأهلي خطأ واضح من زكريا الوردي، كان من المفترض أن يقوم بالسيطرة على الكرة ولا يتسرع في إرسال التمرير. من المفترض أنه لاعب محترف، ومحمد عبد الغني أيضا ساهم بعدم ضغطه على برونو، ومحمد عواد كان متقدما في كرة الهدف وهذا ساهم في تسجيل برونو للهدف. وعن إصابة أحمد فتوح والدفع بسيد عبد الله نيمار بدلا منه، قال أرى هذا التغيير غير منطقي ولم يصنع الفارق، وكان من المفترض أن يتم الدفع بعبد الله جمعة. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. سلام.